وبقي جعفر وجماعته في الحبشة، بقوا لاجئين إلى أن فتح الله خيبر يوما انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يهود خيبر، ويوم وصل الإسلام إلى عزه عند ذلك رجع جعفر، فالتقى الإمام علي وقد فتح خيبر مع جعفر وقد رجع من الحبشة، فاستقبلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله لا أعلم أبقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر، أنا لا أعلم أنا أكثر فرحا بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، لأن قدوم جعفر كان نوعا من الانتصار المعنوي، وفتح خيبر كان انتصارا ظاهرا من انتصارات المسلمين. فهذه الهجرة الأولى في الإسلام، تبعتها هجرة ثانية هي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنكم تعلمون أن للنبي هجرتان وليست هجرة واحدة، هجرة إلى الطائف وهجرة إلى المدينة المنورة. وأود على خلاف عادتي أن أذكر هذه الليلة بعض القصص المتعلقة بهذه المواضيع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما لاقى العناد في مكة تمسك بالصمود والصبر، فكان باقيا في مكة يتحمل من عناد الموجودين في مكة من عناد المشركين. في مرة من المرات اجتمع زعماء مكة وكتبوا كتابا بمقاطعة المسلمين مقاطعة عامة وشاملة على أن لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يعيدوهم إذا مرضوا ولا يسيئوهم إذا ماتوا ولا يتكلموا معهم. كتبوا كتابا بمثل هذه المقاطعة القاسية، ويوم ذاك كان عدد المسلمين حوالي 50 رجلا وامرأة وطفلا، كان عددهم الإجمالي 50 إنسانا. عندما قوطعوا من قبل المشركين وجدوا أنه ليس في استطاعتهم أن يشتروا شيئا أو يبيعوا شيئا، وحياة الإنسان تعتمد على شراء ما ليس عنده وبيع الفائض الموجود عنده، فإذا كانوا لا يملكون أن يبيعوا أو يشتروا أو يمارسوا أي نشاط اقتصادي فليس في استطاعتهم أن يعيشوا. لذلك خرجوا جميعا من مكة، خرجوا من مكة إلى شعب أبي طالب، والشعب بكسر السين عبارة عن الطريقة الجبل، كانت لأبي طالب والد الإمام علي قطعة جبلية من الأرض، وكانت هذه القطعة ممرا أي طريقا، هذه القطعة التي كانت ملكا لأبي طالب كان فيها الطريق إلى قمة الجبل، فلذلك سميت تلك القطعة بشعب أبي طالب أي الطريق الجبلي لأبي طالب، لأن الشعب يعني طريقة الجبل. فخرجوا جميعا من مكة وبقوا في شعب أبي طالب، وبطبيعة الحال كما أن حر الحجاز حر ناشف وقاسي، ف
كذلك برد الحجاز برد ناشف وقاسي، وكان الوضع الإجمالي للمسلمين من الناحية الاقتصادية وضعا مزريا، أي كانوا جميعا أشبه بفقراء، لم يكن عندهم من المتاع من الفرس واللحف وما شابه ذلك ما يكفيهم، لذلك كانوا يعيشون ليالي الشتاء في شعب أبي طالب ومعهم أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم، كانوا يعيشون أمر العين. ولكن رغم ذلك بقوا 3 سنوات عاشوا في الطريق الجبلي، وتعلمون أن الإنسان لو أراد أن يعيش يوما في الطريق الجبلي فمضى يعاني. عاشوا 3 سنوات في شعب أبي طالب، ثم نزل جبرائيل على النبي يقول: يا رسول الله، إن المشركين زعماء المشركين عندما صمموا على مقاطعة المسلمين كتبوا كتابا وقعوه جميعا، ذلك الكتاب كانوا يخافون عليه أن يمزقه أحد فتذهب المقاطعة للمسلمين، لذلك علقوه في جلد غزال داخل الكعبة بسقف الكعبة حتى لا يمس الكتاب، وحتى يبقى المشركون على مقاطعة مستمرة للمسلمين. نزل جبرائيل على النبي بعد 3 سنوات وقال: يا رسول الله، إن الأرض، تعلمون ما هي الأرض؟ الأرض هذه الدودة الصغيرة التي تأكل الخشب وتأكل الورق، الكتب القديمة ربما طلعتم عليها تجدون أن الأرض قد فتحت فيها طريقا. هذه الأرض، قال جبرائيل للنبي: يا رسول الله، ارجع إلى مكة فإن الأرض قد أكلت هذا الكتاب كله إلا كلمة الله، في مكان من الكتاب ورد اسم الله، نفس المكان باقي، بقية الكتاب كلها أكلتها الأرض. فاتصل أبو طالب والد الإمام علي، لأنه كان من زعماء مكة، اتصل بزعماء المشركين وقال لهم: إن لم يكن ابن عمي نبيا لما اطلع على أسراركم، وهو اليوم يخبر بأسراركم، يخبر بأن الصحيفة الملعونة قد أكلتها الأرض إلا كلمة الله، فاذهبوا إلى صحيفتكم فإن وجدتم الأرض قد أكلتها فاعلموا أن ابن أخي نبي من عند الله، وإن وجدتم الكتاب باقيا على وضعه فكذبوه وقولوا ما تقولون واعملوا ما أنتم عاملون. فذهبوا إلى الكتاب فوجدوا أن الأرض قد أكلته كله إلا القطعة الصغيرة التي عليها اسم الله، فلم يصدقوا وقالوا: أمر جبر بليل، أي مؤامرة. فآمر عليها جماعة من الناس حتى خزأوا الكتاب ومزقوه كله وأفنوه كله إلا هذه القطعة الصغيرة، ونتيجة سقطت تلك المقاطعة وعاد النبي والمسلمون معه إلى مكة، ولكن المشركين ما توانوا عن محاربة الرسول والمسلمين، لذلك الرسول في فترة من فتراته التجأ إلى الطائف، اضطر إلى الهجرة من مكة إلى الطائف، والفاصل بين مكة والطائف فاصل قصير حوالي 100 كيلومتر، ليس فاصلا كبيرا،
ولكن اهل مكة اخبروا اهل الطائف بانه قد اتجه محمد نحوكم فلا تستقبلوا. واهل الطائف بصفتهم مشركين عندما علموا ان رسول الله مقبل عليهم امروا صبيانهم وسفهاءهم ان يرموا النبي بالاسواق وان يرشقوه بالحجارة. فعندما اراد النبي ان يدخل الى الطائف من البوابة الكبيرة، لانهم في السابق كانوا يعملون للمدن سورا، عندما اراد ان يدخل من الباب وجد ان عددا كبيرا من الصبيان والسفهاء بانتظاره، فجعلوا يرشقونه بالحجارة ويضربونه بالاسواق. فعلم النبي انه لا يجد مكانه في هذه المدينة فخرج منه. خرج منها ورجلاه تسخبان دما من ألم الأسواق، من ضرب الأسواق ورسخ الحجارة. النبي، تصوروا نبيا يعلم من هو، يعلم أنه خاتم المرسلين، أنه رسول الله، أنه الذي يستطيع التصرف في الكون لو أراد، يخرج من مدينة، وعندما يريد أن يلجأ إلى مدينة ثانية يستقبله الأطفال والسفهاء بالأسواق والحجارة. ماذا يكون شعور مثل هذا النبي؟ النبي رجع من الطائف بينما كانت رجلاه تسخبان دما، وقد تحمل حر الهجير وحر الشمس في طريقه الى الطائف، والان وهو راجع من الطائف ايضا يسير تحت اشعة الشمس ووهج الهجير والالم المستبد به، الحزن الذي يمتلك الانسان في مثل هذه الاحوال، ورجلاه تشربان دما نزيف الدماء يؤثر في الجسم كثيرا، لان الانسان الذي ينزف منه الدم يشعر بالضعف والانهيار الجسماني ويشعر بالعطش. النبي ما وجد انسانا يطلب منه ماء، ولا وجد انسانا يلقي عليه تحية. فهكذا رجع النبي، وكان النبي ماشيا على رجليه، لم تكن له دابة يركبها. فكروا، انسان جاء 100 كيلو متر تحت وهج الشمس وحر الهجير، والان يرجع ومعه مثل هذا الشعور، يرجع بنزف الدماء ويرجع مفرودا بمثل هذا الوضع، ماذا يكون شعوره؟ النبي وصل الى شجرة، وغالبا الاشجار الموجودة هناك اشجار الشوك، ليست مثل هذه الاشجار الوارفة. عندما وصل الى شجرة استرخى في ظل تلك الشجرة، وجعل يتحدث مع الله، جعل يناجي ربه. ماذا تتوقعون ان تكون مناجاة الرسول في مثل هذه الحالة؟ مناجاة رسول بذل الكثير من عمره وجهده وكل طاقاته يدعو الناس الى الله والى الهدى والى الاسلام. في مكة قرضوه مرة وقاطعوه الى شعب ابي طالب لمدة 3 سنوات، والان يخرج من مكة مفرودا الى الطائف ويعود من الطائف مفرودا. أولم يكن من الشيء الطبيعي أن يقول النبي في مثل هذه الحالة: يا رب اقبل استقالتي عن النبوة، فإنني بذلت أقصى ما في وسعي والناس لا يقبلون؟ هذا كان من الشيء الطبيعي لو أن النبي قدم استقالته لله وقال: يا رب أنا بذلت ما في وسعي، أرسل هذه الرسالة إلى شخص آخر قد يكون أقوى مني على تحمل الرسالة.
ولكن محمد بن عبد الله لو كان إنسانا ينهار أمام هذه الصعوبات ما كان الله يرسل عليه الرسالة، ما كان الله ينزل عليه جبرائيل والقرآن. محمد بن عبد الله الذي رسحه الله لقيادة البشر إلى يوم القيامة ليس ذلك الإنسان الذي ينهار لمثل هذه المشاكل. عزيمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت في هذه الحدود ما كان خاتم النبيين ولا كان رسول البشرية جمعاء. لذلك الرسول في مثل هذه الحالة عندما استرخى في ظل الشجرة جعل ينادي ربه مناجاة رقيقة جدا إلى أبعد الحدود. في تلك المناجاة يقول النبي لله، وليس بين النبي والله حاجز في مثل هذه الحالة، وليس هنالك غيره وغير الله. النبي جعل ينادي، بطبيعة الحال المناجاة كانت رقيقة، ولكن النبي في بعض عباراته يقول لله: يا رب أنا بذلت طاقاتي وإلى الآن لم أعمل شيئا يذكر، فإذا كنت أنت يا رب تراني أن هذا الفشل كان بسببي فأنا أنقم على نفسي وألوم نفسي لماذا قصرت في تبليغ الرسالة، أما إذا لم تعتبرني أنا مقصرا في هذا المجال، وإنما التقصير على الذين لم يقبلوا الرسالة فإنني لا أهتم بكل ما حدث لي. النبي يقول: إلهي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إذا كنت غاضبا علي وعاتبا علي لماذا لم أنجح الرسالة ولم أفتح لها المجال في الحياة، أفضل من ذلك فأنني أنقم على نفسي لماذا قصرت. أما إذا كنت أنت غير غاضب علي وغير ناقم علي فلا أهتم بكل ما حدث. إلهي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ورجع النبي إلى مكة وتآمر عليه المشركون وأرادوا أن يقتلوه، فهاجر من مكة إلى المدينة، والتفاصيل معروفة. ثم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هاجر من المدينة المنورة إلى العراق، ونتيجة استشهد في العراق وكانت قربته الشريفة في العراق. الإمام الحسن عليه السلام هاجر مع أبيه من المدينة إلى العراق. الإمام الحسين بعد عودته أيضا هاجر إلى العراق. الإمام موسى بن جعفر، الإمام الجواد، الإمام علي الهادي، الإمام الحسن العسكري، كلهم قبورهم في العراق لأنهم هاجروا وأكرهوا على مغادرة مدينة جدهم الرسول، على مغادرة بلادهم التي ولدوا وترعرعوا فيها إلى العراق. الإمام الرضا هاجر إلى خراسان. وهكذا نجد أن الكثيرين من أبطال الإسلام المتفوقين الأئمة عليهم الصلاة والسلام هاجروا. إذن الهجرة واردة، وفي فترة من الفترات أمر الله بمقاطعة من لم يهاجر في سبيل الله، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فالله أمر المسلمين بأن يقاطعوا كل من آمن ولم يهاجر، لأن الذي يريد أن يتمسك بعواطفه دائما
هذا الإنسان لا يستحق التحذير القاسي، الإنسان يبقى في بلده طالما يكون البقاء في بلده أفضل، أما إذا وجد البقاء في بلده غير أفضل فعليه أن يهاجر. موسى عليه السلام هاجر، عيسى ابن مريم عليه السلام هاجر، وعيسى ابن مريم قال قولا معروفا عندما هاجر من بلده، لأن أهل الناصرة ما آمنوا به، مرة قالوا هذا ابن النجار فاتهموه في كرامته، ومرة قالوا إنه لقيط أيضا مسفوه في كرامته العليا رغم أن الله جعله كلمة وجعله روحا حسب تعبيرات القرآن والكتب المقدسة، مع ذلك جعلوا يطعنون فيه ولا يقبلون منه نصيحة. لذلك قال عيسى لا نبي في قومه، الإنسان لا يصبح شيئا في قومه، لأن الإنسان مهما كبر في قومه يبقى صغيرا بين أهله، لأن أهله كلما رأوه رجلا كبيرا يتذكرون يوم أن كان طفلا دارجا يدرج في مجالسهم وبيوتهم، فلا يحترمون، لا زالوا يعتبرونه صغير مهما علا ومهما عظمت شخصيته، يعتبرونه ذلك الطفل الصغير. لا نبي في قومه، قال عيسى آية المجد أن تكون بعيدا، ذاكرى الشياه قال ذووه وهو كنز السماء مجدا وعيدا، ذاك نسل النجار قال ذووه هذا للقود سامخا أن يميدا، آية آفة المرء أهله وعيون رافقت خطوه ضعيفا وإيدا، وهو لو جاوز النفور ارتفاعا ظل في أهله صغيرا وليدا. فالإنسان الذي يعيش في أهله مهما كبر مهما عظم، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتيجة ما استتب له الأمر في مكة حتى هاجر إلى المدينة، فتكرس بالسيوف اليثربية حسب تعبير قريش، عند ذلك عاد إلى مكة فاتحا منتصرا، وتذللت له الرقاب الصعاب. هكذا الإنسان عندما يتحمل الغربة ويتحمل الهجرة، أننا نستطيع أن نوصل إليهم بعض ما في بلادنا من أفكار من كتب، أن نترجم لهم بعض الكتب، أن نؤدي لهم بعض الخدمات الدينية والفكرية والثقافية والاجتماعية. إذا فعلنا ذلك تكون هجرتنا لله، والله لا يقول لنا إن هجرتكم كانت للدنيا، إنما يعتبر هجرتنا إلى الله ويعوضنا على هذه الأفعال وعلى كل ما تحملناه في بلاد الاغتراب، كل ما تحملناه من المشاكل والمآسي، ويعتبر كل ذلك جهادا في سبيل الله. طبعا كلكم تعرفون تاريخ آبائكم وآبائنا الآسيين الذين هاجروا إلى هذه البلاد إلى جنوب إفريقيا في القرون القديمة، فحملوا إلى هذه البلاد خير البضائع التي وجدت في بلادهم وهي الإسلام، حملوا التجار هم الذين حملوا الإسلام إلى هذه البلاد، لأن الجيوش العربية السيوف العربية ما وصلت إلى هذه البلاد، الإسلام دخل فيها طوعا لا كرها، الإسلام دخل فيها قناعة
لا الزاما لا سلطه، الاسلام دخل فيها فكرا لا قوه. الاسلام جاء في السنه التجار، تعلمون في السابق كان التاجر يسافر، واتصور انني ذكرت بعض هذه المواضيع لبعض اخواننا في اول ليله من زيارتنا لابي جار. التاجر كان يسافر الى هذه البلاد، ماذا عنده التاجر؟ التاجر عنده بضاعه حملها على الجمال او الخيول او سائر الدواب، جاء بها الى هنا. دائما في كل بلد توجد فسحه، او حسب تعبير اللغه العربيه الفصحى بياضه، قطعه من الارض بين البيوت تبقى بلا بناء حتى يتجمع فيها الناس لاجتماعاته، او كما نسمي في هذه الايام ساحه. في كل مدينة توجد ساحة من الساحات، في كل قرية توجد ساحة. في هذه الساحة سابقا عندما لم تكن الدكاكين والمحلات منظمة بالشكل الفعلي، كان التاجر الغريب يأتي إلى الساحة يعرض بضاعته على أرض الساحة، كما نجد اليوم مثلا في ساحة النبطية. كل إنسان يملك بضاعة ولا يملك محلا تجاريا يأتي يوم الاثنين إلى الساحة النبطية ويعرض بضاعته على المشترين. كان التاجر يأتي ويفرش بضاعته على الأرض بانتظار الناس المشترين. هذا الرجل بصفته مؤمنا ومسلما لا يمكن أن يترك شعيرة من شعائر الإسلام أو فريضة من الفرائض. عندما كان يحين وقت الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، معتاد أن يصلي وأن يصلي في المسجد. الآن لا يجد المسجد، لماذا؟ لأنه في بلاد لم يتعرفوا على الإسلام بعد. ماذا كان يعمل؟ كان يجمع من الأحجار، يعمل مربعة من الأحجار في مكان قريب من بضاعته، مكانا مربع يرتب الأحجار وينسقها حول هذا المكان، يسمي هذا المكان مسجد، لأن المسجد بنية الإنسان. الإنسان من الممكن أن يعمل غرفة في بيته يعمله مسجدا، وإذا نوى أن هذه الغرفة مسجد أصبح مسجدا، لأن المسجد ليس شيئا يلزم أن يخصصه جبرائيل أو ميكائيل، إنما المكان الذي يخصصه الإنسان للعبادة ولله وللصلاة يكون مسجدا. هذا الرجل كان يرتب الأحجار ويعتبر هذه المربعة مسجدا، ثم يقف في وقت الصلاة في هذه المربعة، يؤذن، يقيم، يكبر، يبدأ في أداء الصلاة. الموجودون يجدون مربعة، الموجودون في الساحة لا يفهمون ما هذه المربعة، يجدون الرجل يقول أشياء غير مفهومة له، يقوم بالركوع والسجود حركات غير معروفة لديهم، يتجهون إليه بالخطاب يا هذا ماذا تعمل؟ يجدونه لا يجي ولا يلتفت إليهم. قالوا يستغربون، ما هذا الرجل؟ ماذا أصابه؟ هل أصابه مس من الجنون؟ كيف تغير؟ الآن كان جالسا معهم يتحدث في البيع والشراء، والآن أصبح إنسان غريب يتكلمونه ولا يجي. قالوا يستغربون حتى ينتهي من أداء الصلاة، يخرج من المربعة إلى بضاعته، فيتكلمون معه فيجدونه يرد عليهم ويلتفت إليهم، يقولون له ماذا أصابك؟ ماذا كنت تعمل؟ ما هذه التمتمات التي لم نكن نفهمها؟ ما هذه الحركات الغريبة علينا؟ ما هذه المربعة؟ فيبدأ الرجل يجيبه، أنا رجل مسلم من أمة إسلامية، لنا نبي اسمه محمد بن عبد الله، الله بعثه إلينا وأنزل معه كتابا اسمه القرآن، أمرنا بالصلاة لله كل يوم خمس صلوات، أمرنا ببناء المساجد، أمرنا أن نصلي في المسجد، هذه المربعة مسجد، هذا العمل الذي كنت أقوم به، هذه التمتمات والحركات ما
كانت عبارة عن الصلاة. طيب من هذا النبي؟ ما هي تفاصيله؟ ما هذا القرآن؟ كيف هو القرآن؟ ما هي المعلومات والأفكار الواردة في القرآن؟ ما هو حقيقة المسجد؟ ما مغزى المسجد؟ ما فائدة المسجد؟ ما فائدة الصلاة؟ كيف تعدون الصلاة؟ يبدأون في توجيه هذه الأسئلة إليه وهو يجيب بمقدار ما يعرف. ثم بطبيعة الحال الناس الموجودون في الساحة يجتمعون عندما يجدون أفكار جديدة، وهذا الرجل عندما يجد مجموعة من الناس يستمعون إليه ويتذكر قول النبي الأكرم للإمام علي عليه السلام: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. عندما يجد أناسا يستمعون إليه كان يبدأ ويتوسع في بيان المعلومات المتوافرة لديه بالمقدار الممكن. طبعا الناس كانوا يحبونه، يشترون منه البضاعة المعروضة، ويساعدونه على شراء البضاعات التي يريد أن يشتريها لبلاده. هذا التاجر كان يسافر، بعد أيام كان يأتي تاجر آخر يبدأ بنفس الأحوال، يلتف الناس حوله من جديد، يقولون: نعرف، يظهر أنك مسلم، لأنه جاءنا في وقت سابق رجل أيضا عمل المسجد وصلى، فسألنا من ما هو الإسلام، ما هو الرسول، من هو الرسول، ما المسجد، أجابنا بأجوبة. ولنا أسئلة جديدة، لأن الإنسان عندما يفكر في معلوماته السابقة تتجمع لديها أسئلة جديدة، فكانوا يتجهون إليه ببقية أسئلتهم وكان يجيب. يأتي التاجر الثالث والرابع والخامس والآخر، وهكذا الناس تتجمع لديهم قناعات وأفكار. تدريجا كانوا يدخلون في الإسلام، وبالفعل دخلوا في الإسلام حتى أصبحت نسبة المسلمين في غرب إفريقيا 75%. كل هذا الفكر السماوي جاء عن طريق رسل صغار هم التجار، آباؤنا التجار الذين جاءوا إلى هذه البلاد ليبيعوا ويشتروا، ولكنهم في نفس الوقت ما نسوا أنهم مسلمون، ما نسوا أن الله حملهم أغنى رسالات السماء واعتبرهم خير أمة أخرجت للناس، ما نسوا هويتهم، ما فقدوا ذاتياتهم، ما فقدوا قيمهم ومثلهم، إنما عندما جاءوا في طلب الرزق وفي طلب المال، ولكنهم جاءوا بمشاعرهم وعواطفهم وأفكارهم ومبادئهم وقيمهم وبحبهم للهداية وبحبهم للإرشاد وبحبهم للبشر من أي شكل وأي لون. جاءوا بكلهم، ما جاءوا بجسمهم المهلهل الفارغ من العواطف والأفكار والمبادئ. عندما جاءوا بكلهم ربحوا، لأن الإنسان عندما يرشد مجموعة من الناس وتحبه مجموعة من المواطنين فإنهم يساعدونه على نجاحه في تجارته. فربحوا الدنيا وربحوا الآخرة مع الدنيا وخلفوا الذكر الحسن. الآن نحن جالسون هنا نشيد بذكرهم ونمجدهم ونحدثهم. لماذا؟ لأنهم ما نسوا رسالتهم عندما خرجوا من بلادهم. ما قالوا: كنا نصلي في بلادنا، لا، وإنما قالوا: نحن مسلمون، نصلي في بلادنا وفي غير بلادنا، نصوم في بلادنا وفي غير بلادنا، نلتزم بالأمانة والصدق والإخلاص في بلادنا وفي غير بلادنا، نعتبر أنفسنا مسلمين خير أمة أخرجت للناس في بلادنا وفي غير بلادنا. لا يعتبرون أنهم إذا انفصلوا عن بلادهم انفصلوا عن قيامهم ومبادئهم كلها. لذلك ربحوا الدنيا وربحوا مع الدنيا الآخرة، وذلك خير وأبقى.
نحن أيضا في استطاعتنا أن نقوم بنفس الجهد، كل على قدر استطاعته. فرد يستطيع أن يوجه المستخدم عنده في البيت، يوجهه هذا الرجل قد يكون مثل بلال الحبشي، قد يكون مثل سلمان الفارسي، لا نعلم، لأن جوهرة الإنسان غير معروفة. سلمان كان عبدا بيع أكثر من مرة ثم أصبح سلمان الفارسي، بلال الحبشي كان عبدا فأصبح بلال الحبشي، يوسف بيع بالمال لأحد عشر درهما ثم كان يوسف النبي والملك. نحن لا نعرف هوية الأفراد، قد يكون الفرد المتواضع حالا من أغنى وأكبر الشخصيات في المستقبل، قد تكون الكلمات الصغار التي نلقيها عليه اليوم ولا نعتبر لها أي تموج أو أبعاد، قد تكون لهذه الكلمات تموجات وأبعاد واسعة وشاسعة. رئيس جمهورية سيراليون الفعلي كان يوما ما يتوسل للحاج محمد علي جواد صاحب صيدلية السياح في بيروت أن يركبه بسيارته من مدينة إلى مدينة، لأنه لم يكن يجد ما يركب به سيارة من مدينة إلى مدينة. وعندما آواه محمد علي جواد، عندما أصبح هذا الرجل رئيسا لجمهورية سيراليون، أصبح شريكا معه في التجارة، وأرسل عليه وقال: أنت لك الفضل علي، تعال، أنا مستعد أن أتشارك معك في التجارة وأساعدك على ما لا يستطيع غيرك من إخوانك المهاجرين أن يصلوا إليه في مجال التجارة. قد تكون هذه الكلمات الصغار أو هذا العطف الصغير أو هذه الخدمة الصغيرة التي يؤديها إنسان لإنسان، يبدو ذلك الإنسان في هذا الوقت إنسانا صغيرا لا وقع له ولا وزن له ولا شخصية له ولا موج له في الحياة، قد تكون له أمواج وأبعاد وتيارات وتأثيرات في المستقبل. ثم حتى لو لم يكن شيء من ذلك، فإن لكل كلمة يقولها الإنسان في سبيل الله حسابا ورصيدا ينضم إلى رصيده عند الله في الآخرة. الإنسان بكلمات قد يستر الجنة كما أنه بكلمات قد يستر النار. لذلك على الإنسان أن يعطف على كل شخص وأن يحاول توجيه أي شخص، لأننا لا نعرف الأسباب، ثم لا نعرف حسابات الله،